عدد المترشحين عندنا 64 منهم 18 ديال الإناث غايبين جوج اللي غابوا دفع شواهد طبيه خلاص. دونك بالنسبه للاجراءات اللي خدينا حاولنا نطبقوا داك التعليمات اللي وصلتنا عبر المذكرات عبر البلاغات اللي كانت والمقرر ديال الوزير. دونك خدينا درنا التشوير، وفرنا التعقيم، الكمامات موجوده عند التلاميذ كاملين ولا جميع كاع المتدخلين، كل واحد يعني عنده الكمامه وكاين التباعد خلاص، والامور غادي الحمد لله في احسن الظروف. درس عندنا دابا الصباح هذا اللجنه الطبيه من المركز الموجود هنا في الدويات، الدكتور ابو عياد مع الطاقم ديالها، وراهم داروا شافوا الامور كيفاش ماشيه، التدابير الاحترازيه والوقايه كامله، والحمد لله الامور غاديه في احسن حال، وكنشكروها وكنشكروا جميع الناس اللي ساعدونا على التدبير ديال الامتحانات ولا التدبير كاع ديال الدراسه في المؤسسه. وعلى راسها كنشكروا السلطات المحليه وكنشكروا المديريه الاقليميه، وكنأكد على السلطات المحليه اللي وفرت النقل للتلاميذ الله يجزاهم بخير بحافلات خاصه. حنا هنايا في الثانويه عباس الماني للتغطيه الصحيه لامتحانات البكالوريا، جينا نراقبوا ونتاكدوا من مدى احترام احترازات الصحيه للحد من جائحه كوفيد 19، والحمد لله الاطر التربويه قايمه بالواجب ديالها من ناحيه تحديد ممرات التلاميذ، التباعد بين التلاميذ في الاقسام، المعقمات، وجود المعقمات، الوضع اللباس الاجباري، الكمامات، ونتمنوا للطلبه ديالنا التوفيق. لحد الساعه الحاله الصحيه للمترشحين لا تظهر عليه اي علامه تخلينا نفكروا في كوفيد. يعني كان تحضير لهذا الامتحانات الاجتياز ديالها، كان تحضير مرحله ديال التحضير، وكانت فيها لقاءات تواصليه مع الساده مراقبي الاجراء، لقاءات تاطيريه يعني لتاطير العمليه ديال اجتياز الامتحان بنجاح، وكانت لقاءات تحضيريه ايضا للمجلس الاداري والكتابه الامتحان لاعداد الترتيبات الضروريه واللوجستيكيه لهذه المحطه. كاين جوج ديال العمليات متوازيتين، العمليه الاولى هي هذه العمليه ديال اجراء الامتحان عاديه، كان سبق ساعه مرحله ايضا ديال التحضير ديال التلاميذ والدعم ديالهم، ومرحله ديال التربص المكثف. العمليه الاخرى الموازيه للعمليه ديال اجتياز الامتحان، وهو الحرص على تطبيق التدابير الاحترازيه يعني بحذافيرها، انطلاقا يعني من 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 مقر سكنة ديال التلاميذ، بحيث ان التلاميذ الابعد النقطه على المؤسسه وعلى المركز ديال الامتحان يعني كان توفر لهم النقل يعني النقل في يعني بالشروط الاحترازيه الضروريه، وفاش يدخلوا للمركز ديال الامتحان يدخلوا بشكل منتظم اعتمادا على التشوير اللي كاين في المؤسسه واللوجيستيك اللي متوفر للعمليه ديال التدابير الاحترازيه، تيتلقاوه يعني بشكل عادي، والامور كما تتشوفوا دايز الامتحان في ظروف عاديه، ونتمنى التوفيق للجميع. هذا اجراء امتحان ياتي في اطار تنفيذ مقتضيات القرار الوزاري القاضي باجراء امتحانات بكالوريا، الشق الثاني منها هو الشق المتعلق ب الامتحان الجهوي. كما تلاحظون هذا الامتحان في هذه المؤسسه لثانويه التقدم التاهيليه ياتي في اطار احترام تام للتدابير الوقائيه، وفي اطار يعني تحقيق وتفعيل مبدا التباعد الاجتماعي، حيث لاحظت كملاحظ ان الاداره التربويه قد يعني هيئت ظروف ملائمه لاجراء الامتحان. هناك تقليص ملحوظ لعدد التلاميذ على مستوى القاعات، هناك أيضا تباعد على مستوى تمركز المراقبين، هناك إجراءات وقائية دقيقة متوفرة على مستوى التعقيم، على مستوى وضع الكمامات، وعلى مستوى التباعد بين المترشحين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.